السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقاء؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة السيرفايفر ذا افتر ماث. أنا جينا ما بعد الكارثة. هذا الفيديو الثاني إن شاء الله راح نحكي لكم شوي. طورت كثير شغلات عملتها من معقول خلف الكواليس، أنت تحتاج وقت الموضوع هذا، فعملت شوية شغلات راح أرجوكم كل شيء عملناه جديد وشو سوينا. حاب أنوه نقطة جدا مهم قبل ما نبلش الفيديو، المشاهدات جدا نازلة والإشعار أتوقع ما عم يوصلكم، فنزلت أتأكد إنه زر الإشعار شغال كل ما أنزل فيديو، لانه بعد ما بنزل الفيديو يعني حتى يصير له مشاهدات بده يوم او يومين حتى يحقق مشاهدات، فحبيت انوه عن هذا الموضوع. وهلا خلينا نبلش بالفيديو. لاست جو، طبعا انا اخر اشي اللي عملته، بس خلينا نخلص من الكارثه بالاول وبعدين نشوف ايش عملنا اخر تطورات مستجدات في اللعبه. خلصت واخيرا، ايوه بأن خلصت الآفة، فخلينا هلق نشوف ايش اللي صار عنا على كافة الأصعدة. تماما، اول شي عنا هاي طبعا قبيلتي صارت 46 شخص. اخر مستجدات اللي عملنا هدول، ركبت هذا البناء، هذا بيساعدني بتحويل الفيول للمازوط هيك شغلات تهمني للسيارات. حاليا ما عندي شي كتير بس ولكن بنيت. هذول الاثنين بيفيدوني انه ابني مثل المستعمرات، هون ممكن تخلي الشخص يدخل عليهم هذول اللي انا بيعتهم بعثات. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، بتساعد هذول اللي جايين بعثات انه يدخلوا يفضوا الموارد عندهم ويطلعوا منها. هذا اللي استفدت منه حاليا للمستقبل، اذا كان في شغلات تانية ما بعرف، بجوز تكون شغلات تانية ما بعرفها ممكن. ايش في 27؟ لا تعي استكشف ايدي بالاول. طبعا نسيت اقول لكم كمان خسرت امبارح واحد، هيس عندي 3000 اكل مي كثير، طاقة كثير. تمام، انه عندنا طاقة كثير، خلينا نشوف ايش في عندنا شغلات ممكن نبنيها. هون ما في شيء مهم. ايش عم بيقول لي؟ هذول مثل ما توقعت طالبين مثل عاملين عزيمة، فا او مثل انه يعني بدهم يسووا مثل الوليمه مشان يخفوا الكآبه والحزن على الناس. فبقول لي ايش تحب تحط؟ تحب مثره ولا بحط حب؟ اتوقع لحم افضل اشي. انا طلع لحم. تمام، اخذنا 8 صحة جيد، اخذنا 8 سؤال. تمام، وزناهم اللحمة يعني تقول هيك بتعتبرها يعني مش طول. تمام، طب هلا خلينا نشوف انه نحن عندنا 140. هلا هون لسه بدنا نصنع فيديوهات بلاستيكية. ما عندي، لا ما عندي شي حاليا. هون احسن شي انه الطبي والرادار خلصتهم تماما. طب خلينا نشوف ايش بدنا ممكن نبني. هلا بالنسبة لمصادر الطاقة، الراد هذول بنيتهم كلياتهم. انا شفت في شغلة في ناس بنتها حوالي هذا التمثال، باني ورود. هاي اللعبة اللي في نو نيو تريد، يعني في وين تريدات كانت التريد تندخل عليها. هون تم التريد، حلو، عطيت اخذت من بناته. معناته لازم بدي انقص من هذول الموارد عندي. تمام، ما شايف شي مهم زي ما يقولوا، فما مهم شي بالتريد حاليا. اتوقع انه هي تعتبر غالية، فانا عم ببني منها يعني مثل كأنه تبذير هيك اتوقع. هي تعال نبني هون بانه في عنا شجر كتير، وهدول ما شاء الله نازلين حصاد في الارض، فخليني ابني مكان ثاني كمان لحصد شوية اشجار زيادة. خلينا نتولى اخر شي عندي، فخلينا نحطها هي. انا خلينا نحطها هون شوي لفوق شوي، خلينا نعطيها سرعة في البناء. والله في لحم كتير له، اصبحنا نملك الكثير. الكونستركتر فينيش. تمام، فنحط شخصين يشتغلوا في هذا المكان في هذه المستعمرة. طب خلينا نحط كمان مي مصدر للمياه، لانه هون صرت يعني مثل ما يقول متوفرة للناس بشكل جدا كبير. والله يا حبيب ما انا لازمني اي شيء حاليا وما بدي شيء. ما نقدر نغير اسم القبيلة، ما في شيء مهم. اوه فيهم طوبة، خلينا نزرع نبطل التسريع نشوف ايش في هذول عندهم. هذول عندهم 8 اشخاص مع اضافة 3 اطفال، فموافق ان ادخلهم، بس بدهم بيت طبعا لازم نبني لهم بيت سريع.
انا اللي بشوفه هم ضارين بالكيميائي. هذا المكان يروح يشتغلوا هدول فيهم ابدا. تخيل خلينا نرجع نسرع. هون في عندي ثلاثة بقلي مرضانين، فلازم احنا نزيد نسبة العلاج تبعتهم مشان يتعالجوا بشكل اسرع. هذا طول مليان، ليش ايش سالفته؟ فيليب هوسبيتال شوي ميديكال تانت، ايش هي ميديكال تانت؟ هلا هون خلينا نحط مع واحد ثاني اثنين بالاساس. لا تحس لما تحط على اثنين تحس اللعبة شوي ماشي بشكل اسرع. ايش هو عامل ليه؟ نيو تريد ديل افريت اوبن اند ستريت تريد. بيقول لي انه في تريد مفتوح جديد اذا بدك تعمل تريد. طيب تعال نشوف، هلا نحط دول الطبيات. اي اوكي مين دول كمان عندي؟ ما انا نسوي تريد ثاني. شوف الطاقة عندي طبعا صارت 146، تخيل قد ممكن هلقبني. طبعا هذا الاشي ليش بيفيدني؟ بيفيدني في عندي منشآت لما راح احطهم مستقبلا راح تستخدم كثير شكل طاقة. فهلا عم بحاول اني احط منشآت الطاقة عم بحضر لها عشان بس بلش البناء يكون جاهزين. ولحد الان ايش الفائدة من هدول الرحلات الاسابيع؟ لسه ما عرفت، بس ولكن اللي فهمت منه ان صاحب اللعبة عم يحكي انه هي لها مراحل اللعبة. فهلا نحن عم نلعب بالليفل هذا، مستقبلا يتغير الليفل، يتغير كل شيء، مقدمات يعني كل شيء باللعبة حيتغير بكل تحديث بينزل. فاللعبة حتكون متجددة لمدة سنة كاملة، كل شهر بينزل فيها تحديث. ايش في هون؟ طوب ايش بده هاد؟ بده يعطيني سبيد ياخذ هون، هون ما بقدر لانه ما عندي هاي المادة. واخذ هاي دان، مو لازمني انا اساسا. ايش اسمه؟ ايش هون بيقولوا عليها؟ انستر فيرما. طبعا انا اذا اقول لكم الشغله والله العظيم تضحكوا. والله العظيم شو ضحك قسم بالله. هي يا حبايبي مش اسمه بتسوي بتطالع هذا حشرات. نعم طالع حشرات. ايوه هذا مركز إزالة شو اسمه الرواسب الكيميائية. انه طيب هلا حلو، طيب انا عم بجمعهم انا بروحهم في منهم فائدة ولا ما منهم فائدة؟ عشان نعرف نشتغل. يعني مستحيل ما يكون منها فائدة انا استفيد من الرواسب الكيميائية. هلا جزء بالوقت الحالي ما يكون لها اي دور، بس اتوقع مستقبلا هيكون لها دور جدا مهم، فلازم نكثف هذا الاشي. يعني شوفوا ان شاء الله في رواسب كيميائية، فخلينا احط واحد هون. يا الله الموارد تبعاتهم، منين نجيب هذنا اثنين؟ هاي ما في مشكلة تدبر بس هي. طب نرجع ندور نشوف مين عم تسوي ستيج ازرق. يمكن ستيج ازرق انتقلوا. طبعا هلا نحن لازم نوصل لمستوى معين حتى نطلع الليفل الثاني ويصير عنا شغلات ممكن نستفيد منهم مستقبلا. طبعا هذا القدر بس اللي عملناه اليوم. بدي ابلش رح اوقف هون الفيديو، اشوف حاجة يعني ما رح تخليه يكون طويل كتير يعني اليوم عشان تشوفوا انتم تفهموا ايش رح بيصير. انا رح احاول انه استنى شوي، رح احاول يعني رح اكملها لحول اللعبة بدون تسجيل حتى ما اكمل هاي الماكينة النفط اخذها. او هون ايش في هون عندي؟ ماكينة طاقة ما اتوقع انه هدول. هاي ممكن استخدمها هي بشان موارد بلاستيكية ريسايكل. هون بدي تقريبا 500، والله ما بعرف. هلا هون مشان البيوت متطور اكثر واكثر امانا واستقرار وهالقصص هاي، فلازم نكملها. طيب انا رح احاول اني اكمل هلا بهذا الجزء. طب انا رح اوقف هون فيديو تسجيله ورح اشتغل انا لحالي حتى اكمل هي وهي حتى افتحهم، وفيديو جاي ان شاء الله اكمل افرجيكم ايش رح نعمل بس فتحنا دول خانتين. وبس يكون هون وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسى تحط لايك والاشتراك. تستناك اليوم فيديو جديد حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.